يا صديقي، حان الوقت لنخطط لخدعة كبيرة لحفلة المبيد. أو معركتهم بالوسادات؟ أو يمكننا أن نطلق عليهن معجون الحلاقة. هذه أفكار رهيبة. كنت أفكر في شيء مخيف قليلاً. ماذا هناك سايبورغ؟ لم لم تحذرني؟ ماذا؟ قناع الأطفال هذا؟ إنه لا شيء. ألا تعرف أنه لا يحب الأشياء المخيفة؟ إنه مرهف الإحساس. حسناً حسناً، سننفذ واحدة من أفكاركما السخيفة. أوه، هذا رائع حقاً. أرأيتي؟ لا حاجة لأختك لتستمتعي. إنذار خطر. يبدو أن آلة فضائية غريبة ظهرت في مدينة جام. أيرغب أحد آخر في العراك؟ دائماً. أحضرت صندوق الموسيقى. أنا أطلب المساعدة من الفتيان. معجون الحلاقة. يبدو أن كنا مستعدات للحلاقة الآن. أوه، انطلت عليكن الخدعة. سايبورغ، أنت بخير. روبن، ما الذي فعلته؟ أنا لم أقصد أن... لقد بلغت يا صديقي، بلغت كثيراً. توقف عن البكاء أيها الطفل. لا فتيان. لو عرفوا أننا سنخرج فسيتبعوننا. سأتولى الأمر. ألن يعرفوا أنها مجرد أكياس نوم محشوة؟ ذهبت يوماً في إجازة لأسبوعين ولم يلاحظوا. ريفن، هيا إلى العمل. هيا، هذا مضيعة للوقت. هيا استيقظي، حان وقت الاستيقاظ. هم ليسوا أذكياء، صحيح؟ لا، ليسوا كذلك. هيا فلنتحرك لننقذ المدينة. أجل، ليلة المبيد أصبحت ليلة الخروج. وهو ستارفاير قادمة؟ أنا أترك فقط رسالة إلى أختي عزيزتي بلاك فاير. أتمنى أن تكوني بخير. لقد خرجت للتصدي للأشرار في المدينة وسوف أعود قريبا. أرجوك استمتعي. أيمكنك أن تتباطئي أكثر؟ أحبك وأعانقك إلى الأبد. إلى اللقاء ستار فاير. ليلة الفتيات. سنخلد إلى النوم الآن. لا تدخلوا يا فتيان. لقد أصبتك. لا تتصرف الآن بعنف. أوه، لقد أصبت عيني. لا لا لا، مشكلة، لا مشكلة. بل ثمة مشكلة، مشكلة كبيرة. سايبورغ، هل أنت بخير؟ لماذا ضربته بهذه القوة؟ آسف، لا أستطيع فعل شيء إن كنت قوياً.